السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا أخوان المهندسين والمهندسات. النهاردة لقانا في الفيديو رقم 286 في قناة عالم الهندسة المدنية Civil Engineering World، ويعتبر الجزء 14 من حديثنا عن سلسلة الانفراستراكشر بروجكت أو سلسلة البنية التحتية، وخاصة في الشبكة اللي احنا بادئين بها وهي الستورم درينج أو تصريف الأمطار. في الفيديو ده هنتكلم عن الدرونج لي أوتس والنوتس او محتويات اللي بتكون في مخطط الرسومات اللي موجودة والملاحظات الخاصة. ده يمكن شكل تقريبي يعني ممكن الرسومات اللي ممكن تكون موجودة عمك يعني بالشكل ده، تمام. وبيكون في جزء طبعا الرسومات اللي موجودة بيكون فيه موجود الطريق وشبكة تصريف الامطار اللي موجودة ازاي، طبعا بالمحتويات اللي احنا كنا وضحناها في الفيديو السابق. ده في بالنسبة للرسمة نفسها، وبرضك بتلاقي على اليمين اللوحة في طبعا كيبلان ده اللي هو بيقول لك ان انت الجزء بتاع الرسومات ده موجود فين. طبعا ممكن يكون مثلا عندك مدينة سكنية كبيرة مثلا او مدينة واسعة اماكن مختلفة، فبيوضح لك المكان اللي بتاع الرسومات ده موجود فين بالظبط، ويوضح لك اتجاه الشمال نورثينج. بيكون في نوتس خاصة بيه الشبكة اللي موجودة عندك ديت، يمكن برضو احنا هنوضحها بالتفصيل دلوقتي. الليجند هنا لانه طبعا مش علشان يصغر الرسمة شوية فبيبقى يحط اختصارات هنا، او بيحط يعني انه في مثلا ده خط داش لاين، في خط مثلا مستمر، فالحاجات ديت ايه هي معناها ايه، فكل ده برضو الرموز ديت ده معناه ايه. الرمز اللي موجود هنا بيوضحه هنا، بيوضحه لك هنا بيقول لك ده ايه. الابريفيشنز او الاختصارات انه برضك علشان ما يكبرش الرسومات فبيبقى يذكر اختصارات عشان ما يذكرهاش بالتفصيل، فبرضك الابريفيشنز اللي موجود هنا ممكن ترجع له بحيث ان انت تعرفه. الريفرنس دروينج انه ايه الرسومات المرجعيه او الرسومات المتصله مثلا بالرسومات اللي موجوده عندك هنا او الرسمه اللي موجوده عندك هنا، وطبعا الجهة المركزية اللي موجودة معاك، المقاول الرئيسي، مقاول الباطن، اسم المشروع، رقم اللوحة، كل دي التفاصيل بتكون موجودة على جانب اللوحة، تمام. فالنوتس اللي يمكن هي احنا مهمة احنا بالنسبة لنا يعني ان احنا نطلع عليها، طبعا بيكون في ملاحظات قد تختلف برضك زي ما بقول لك من مشروع لمشروع، ولكن ديت اللي كانت موجودة عندنا ك ملاحظات خاصة بالشبكة اللي موجودة. All dimensions are in meters unless otherwise noted. انه الابعاد اللي موجودة لو شفت ابعاد لقيت 175 لقيت 120 فتعرف ان البعد ده بالمتر، الا لو انه ذكر لك غير كده يعني. All levels shown are in meters with reference to the يعني ده يمكن الجهة المكية اللي موجودة معانا، طبعا بالنسبة برضو كل الابعاد موجودة بالمتر. The survey plan and as built information is approved، طبعا بالبرضو تكون approved بالجهة المكية اللي موجودة معاك. ده برضو حاجة خاصة بالكوردينيتس. هنا يمكن النقطة الخامسة contractor to interface the system with the primary network، انه المقاول يوصل الشبكة على الشبكة الرئيسية. for other utilities see utility coordination drawing، انه طبعا يمكن النقطة ديت لسه هنتكلم عليها بعد كده، انه بيكون في لوحة مجمعة للشبكات اللي موجودة عندنا او الشبكات اللي موجودة عندك في الطرق، سواء طبعا صرف صحي، صرف صناعي، شبكة مية حلوة، ايا كان الشبكات، فبتلاقيها طبعا لو انت عايز تعرف علاقة الشبكة دي بالشبكات الاخرى فبتلاقيها موجودة هناك في الرسمة ديت. خلينا نروح يمكن للنقطة 8. reinforced plastic mortar RBM pipes of 2500 stiffness confirming to STM shall be used for storm water drainage system. فده نوع المواسير اللي هيكون مستخدم عندنا اللي هي reinforced plastic mortar او اختصارا RBM. هنا يمكن بتذكر انه الكاتش بيسن يكون ماتشنج مع طبعا مع سطح الاسفلت، لانه الميه بتصرفها من سطح الاسفلت لمصيدة المطر. All pipes shall be concrete encased in case the clear earth cover to pipe less than 1 meter. انه المواسير لو طبعا كل دي تحت الطرق او يعني على جوانب على جانبي الطريق، فلو في عداية مثلا من فوق المواسير ديت
ارتفاع اقل من متر فتعمل لها جزء خرساني او احاطه خرسانيه للماسوره علشان تحميها من التشوه. All pipe length shown هون layout are center to center of the catch basin. فلما طبعا زي ما قلنا كلمنا في الفيديو السابق مثلا بتلاقي بين مصيرة مطر ومصيرة مطر فبيذكر لك طول الخط فتعرف ان طول الخط من center catch basin center catch basin. Contractor shall provide heavy duty cast iron grates capable of withstanding a wheel load of 130 kN. ده الغطاء اللي موجود عندنا بيورد بحمل ان هو يقدر يشيل عجلة وزنها 130 طن. طبعا ده يمكن خاص يعني الموضوع ده بمهندس الميكانيكا مش هندخل فيه قوي يعني صراحة، ولكن ده يمكن بس من باب الاطلاع. وانه الكلير اوبننج طبعا عندنا 60 في 60، طبعا اتكلمنا عن النقطة دي قبل كده. ومينيمم ووتر واي اريا اوف 975 سنتيمتر سكوير، انه بيقدر ياخد مية في 975 سنتيمتر. يمكن النقطة دي مش عايزين ندخل بها بالتفصيل يعني، ولكن بس من باب الذكر. فهي النقطة اللي احنا بنتكلم عليها انه الماسورة اللي موجودة عندنا نوعها RPM او Reinforced Plastic Mortar او Polymer. ده يمكن احد انواع الفايبر جلاس Reinforced Plastics، المواسير اللي هي بوليستر المقواة بالفايبر جلاس، في زي ال FRB او ال GRB او ال GFRB. FRB هي ال Fiber Reinforced Plastics او ال FRB اختصار. هنا FRB طبعا المواسير Fiber Glass Reinforced Plastic او بوليستر، يعني الاثنين يعني ده يعني ده يمكن مواصفات اوروبية. GRB Glass Fiber Reinforced Plastic. RTR Reinforced Thermosetting Resin Pipe، ديت يمكن ان شاء الله في فيديو يعني في ديت كانت مستخدمة عندنا في شبكات المية الحلوة، فديت ان شاء الله لسه نتكلم عليها بعدين. ال RBMB ده Reinforced Plastic Mortar Pipe او Polymer Pipe، وهي ديت المواسير اللي احنا هنتكلم عليها. وده زي ما انت كنت شفت في الملاحظة هنا اللي هي Reinforced Plastic Mortar، ولكن يعني بس من باب يعني نظريا توضيح بس الموضوع انه جلاس رينفورسد بلاستيك ايه هو. طبعا جلاس رينفورسد از كومبوزيت ماتيريال كونسيستنج اوف بلاستيك رينفورسد وذ فاين جلاس فايبرز، انه بلاستيك مسلح او مزود بحبيبات من الجلاس فايبر او حبيبات الجلاس. ف this fibers may be arranged randomly، في بيكون في ترتيب ان انت بتجمعهم مع بعض بحيث ان هو يكون لك الماتيريال. مش عايزين ندخل في تفصيل برضو لانه ممكن يكون متصل بميكانيكا اكتر يعني. في ده مثلا جزء من انواع المواسير، مثلا في شبكات الميه في انواع كتير من المواسير تستخدم زهر الرمادي، زهر مارين، صلب، اسبستوس، لدائن صناعيه، خرسانه سابقه التجهيز والاجهاد، او اللدائن المقواه بالياف الزجاج زي الجي ار بي. ديت يمكن ملاحظة بس للمميزات والعيوب بالنسبة للمواسير المقواة بالألياف الزجاجية أو الجي آر بي، إن هي تصنع المواسير البوليستر المسلحة بالألياف الزجاجية من مواد رتنجية، وبتقويها بألياف زجاجية علشان تتحمل الضغط وتوصل لأقطار ل2 متر. بتصنع طبقا للمواصفات الأمريكية ديت. مميزات متانة، مرونة، السطح الناعمة من جوه بحيث ان فيكون سياب للموائع اللي شغالة، خفيفة، مقاومة للأحماض، تأثرش بالعوامل الجوية، العمر الافتراضي حوالي 50 سنة. العيوب ان ما تتحملش الصدمات، غالية شوية، سهلة الانبعاج لو الردم مش مطابق للمواصفات. ديت يمكن النقطتين اللي كنت حابب نتكلم عليهم، انه تصنيف بسيط ايه هي المواسير اللي احنا هنشتغل بيها في شبكة تصريف الأمطار، ونظرة عامة على المخطط اللي بيكون موجود في شبكة تصريف الأمطار، وخاصة الجنب اللي بيكون على اليمين بيكون ايه متكون منه. أتمنى تكون وضحت الفكرة. شكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.